أيها الأعزاء، وصلت مخاوف الإصابة بكورونا إلى سيئون، مما دعا الجهات المسؤولة لأخذ حذرها واحتياطاتها عبر إصدار التوجيهات لفحص كل القادمين عبر منفذي الوديعة أو مطار سيئون للتحصين من الإصابة بهذا الفيروس القاتل، في ظل وضع صحي متواضع تشهده البلاد وفي ظروف سياسية معقدة هزت كل مؤسسات الدولة ومنها القطاع الصحي الذي لا يحتمل محاربة أي فيروس آخر. ففيروسات الحرب ما زالت تشن معركة طاحنة في أجساد الكثير من المواطنين. نتابع هذا التقرير. قرع ناقوس الخطر ورنت أصوات سيارات الإسعاف في أرجاء سيئون لتباشر الطواقم الطبية عملها في فحص المسافرين القادمين من مختلف دول العالم، خوفا من وصول أي حالات اشتباها بالوباء. الفريق الطبي العامل في مطار سيئون يقوم بالمسح على كل الحالات أو على كل الواردين إلى المطار. المسح يقوم يعني المسح يكون عن طريق المسح عن طريق درجة الحرارة والأعراض الموجودة، أعراض الفلو أو أعراض الزكمة. في حالة وجود حالة مشتبهة بها يتم استدعاء فريق الاستجابة السريعة بهيئة مستشفى سيئون العام، ويتم التعامل مع الحالة عن طريق عمل حجر صحي للحالة. واحد تلو الآخر ويلحقه طاقم الطائرة يصطفون لإجراء عملية الفحص حتى لا يصل للبلاد وتحل كارثة تعصف بالبلاد مثل ما حلت بدول العالم المختلفة في ظل إمكانات طبية محدودة. لاحظت علامات أي وجود علامات إنفلونزا، سيلان، دمعة في العين، هذه تم لاحظتها فقط. في حال وجود أي مريض عند ارتفاع لدرجة الحرارة مع علامات إنفلونزا يتم عزله وحجره داخل المطار. هيئة مستشفى سيئون العام هي الأخرى التي لبت نداء السلطة المحلية بالوادي والصحراء بإنشاء غرفة عزل خاصة لأي حالة قد تظهر مصابة بفيروس كورونا ضمن حملة منعت دخول كل مسافر أجنبي إلى مدينة سيئون عبر مطارها الدولي ومنفذ الوديعة احترازا من الوباء. تم تخصيص فريق طبي مكون من 2 أطباء ومسعفين وبرئاسة رئيس الهيئة للنزول في المطار ولفحص الوافدين، جميع الوافدين على الرحلات اليمنية من أي جهة واصلة، للتأكد من خلوهم من بعض الأعراض المشتبه بها في وجود مرض كورونا، عبارة عن فحص ما يكلف المريض أقل من دقيقة. الوباء الفيروسي كورونا الذي انتشر في مدينة أوهان الصينية وعم دول العالم أصبح حديث كل مواطن في وادي حضرموت، فهل سيصل البلاد أم أن الخطوات الاحترازية ستكون سد منيعا لتجاوزه؟